إسماعيل عزام، تشكيلي عربي رائد في مجاله، لا يرسم الوجوه بل يعيشها ويتعايش مع تفاصيلها وتقاطيعها. رسم وجوها ومنها وجهه الذي يحمل ملامح إبداع ومعالم فن وتجاعيد خبرة وبحث ومتابعة. معي في هذا الحوار إسماعيل عزام. شنو اسم الفن أخوي إسماعيل اللي تسمونه هذا؟ رسم الوجه بتفاصيله؟ هو يعني رسم بورتري، يعني بورتري بشكل واقعي. طبعا في أساليب كثيرة بالرسم البورتري، يعني في يعني الفوتورياليزم، يعني القريب للفوتو، في الانطباعي، في الواقعي، في يعني مدارس وأساليب. هي مدارس أصلا فنية، بس طبعا ينطبق على كل المجالات في البورتري، في الطبيعة. سؤال أخوي إسماعيل، دائما لما نسافر برا في أوروبا في كل دول العالم تلقى في رسامين بورتريات، شنو مستواهم هذول اللي في الشوارع يرسموا كذا في رأيك؟ والله كمتخصص يعني. هي حتى مو بس في أوروبا، حتى في شرق آسيا تلقي رسامين بورتري أو رسامين العادي، حتى غير البورتري رسامين مستوى عالي، لأن هو موهبة. موهبة. أيوة نعم. أيوة. هي بالأساس موهبة. تسقلها طبعا التعليم. اللي يقعدون بالشارع هذا اختياره هو الفنان. في أيوة. فنانين أسماء زينة يعني. مهمين. آه. ويقعدون في الشارع. يعني والله شكرا انك انت ما تقلل من شأنهم، يعني عندهم اكيد قدره وطاقه. لا يعني. انا راح زرت كثير من الفنانين. أيوة. في باريس، في حي المونمارت. أيوة. هذه رسامين اسماء، اسماء عرب وعراقيين. استاذ اسماعيل، انت اهم الوجوه اللي رسمتها، اهم الوجوه يعني في ذاكرتك، ادري انت سنين وانت ترسم وكذا. والله انا قاعد احط الجوال، شوف كثير من الوجوه رسمت انا. يعني الفتره اللي انا قضيت تقريبا اكثر من نص عمري هنا في الدوحه في قطر. أيوة. فرسم اول من اجيت رسمت فنانين، فنان رسمت رموز سياسيه طبعا، كثير من الشخصيات رسمت. رسمت سمو الامير والد. أيوة. رسمت طبعا لايف. لايف. نعم صحيح. أيوة. لا 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 لا، وانا انا انا اللي شرف انه الفنان الوحيد اللي راسم، يعني جلس امامك سمو الامير الله يحفظه الوالد. نعم. يا الله، وين هالرسمه ممكن اشوفها؟ لا الرسمه ما عندهم خاصه، ما عنده. ما يعني نعم عندهم خاصه مالتهم. انا مره قلت لي ان سمو الامير الشيخ خليفه رحمه الله عليه ايضا. نعم. بال من كنت مسافر لندن مع لندن. أيوة. والتقيت فيه، قال لي ابيك ترسمني لايف. فنان حتى لو يرسم عن صوره، بس يختلف عن ما تشوف الشخص وتحكي وياه، تعرف شخصيته، تعرف كذا، ينتقل الاحساس لك ويطلع من خلال اللوحه. صحيح. تطلع. صحيح. اكيد يعني هاي مشاعر بالنهايه. طيب انت الحين دخلت ايضا في عالم الرسم بالديجيتال. نعم. شو الاختلاف اخوي اسماعيل؟ يعني والله هو اختلاف بس التول، يعني الادوات. والسرعه. طبعا هو عصر السرعه، فلازم الواحد شوف. بس لازم الموهبه موجوده. بالاساس موهبه. بالاساس موهبه. بالاساس موهبه موجوده. بس بالحقيقه انا من النوع اللي الناس اللي أيد إنه استخدام التكنولوجيا في بالفن، وموجود في كل شيء، مو بس إنه بس بالفن. صحيح. العالم يتغير، فأنت لازم تتغير معاه، مع الأساليب هي وأدوات، هي مجرد أداة شلون تعبر فيها هذا الموضوع. بس هي يعطيك نفس التأثير، نفس إذا كان ورق أو على خشب. هو بعدين بالنهاية طباعة على بطلع. أي مادة تريد. في قطر في ناس رسامين بورتريهات قطريين أخوي إسماعيل، يعني خلال عيشتك معاهم واحتكاكك. أنا صار لي هالفترة الطويلة هذه في فنانين شباب كثار، لأنه أنا أدرس المادة البورتري في أنا موظف في المتاحف. أيوة. في متحف الفن العربي أدي دروس، في دورات يعني. دورات. كيف يلتحقون؟ صار لي خمس سنوات أو أكثر من 5 سنوات أنا أعطي المادة هذه. كيف يلتحقوا بالدورات هذه؟ الدورات مفتوحة يعني. عن طريق مواقع مجانا على فكرة. مجانا. طبعا
اي واحد يدخل على المواقع المتحف ممكن يشوفه ويسجل ويجي للمتحف، يعني مفتوحه للكل يعني. طيب انا باخذ جوله معاك الحين على نعم. عجاله بس لف لي شويه اكثر خلينا نشوف شوف سمو الامير هذا مين اخوي اسماعيل. هذول اللي رسمت لهم اللي ماخذين نوبل الاداب نعم. طيب رسمت مجموعه هذا سمو الامير الله الوالد نعم نعم. فامشي مشي شويه الله الشيخ تميم ما شاء الله على الصورة ما شاء الله تتكلم الصورة اسمعي. شوف هذا الشغل ديجيتال يعني ما يختلف كثير عن لو حتى نقرب شوف يا الله الملامح التفاصيل لا يختلف كثير عن الرسم. المادة تستخدمها انت تقدر تستخدم شوف امضائك مكتوب اسماعيل عزام اي نعم موجود هذا امضائك اي نعم. كمان ممكن نشوف بعد زيادة صورتين فقط هذا الفنان الكبير جواد سليم اللي عامل نصب الحرية التحرير في بغداد ايوه نعم من النحاتين بعد اشوف الفنانين. في صورة حلوة حق جورج وسوف ممكن اشوفها نعم لو عجبتني انا جورج وسوف وجهه معبر جورج وسوف في الواقع ايوه الله ما شاء الله. اسمعي الاخر سؤال نعم يا اخي اشمعنى العراقيين لهم هالتميز في هذا الفن يعني فن البورتريه على وجه التحديد اكيد في مبدعين عرب كثر يعني نعم. لكن العراقيين تحديدا شنو هالوهج ايش السر بصراحه والله شو التفسير انا 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 نفس الشيء يعني اسال نفسي نفس السؤال وما لاقي له جواب لانه اشوف مو بس بالبورتريه بالرسم بشكل عام الفنان العراقي متميز يعني وباعداد كبيره اعداد كبيره نعم. والاجيال الجديده ايضا ولا فقط نعم جيلكم نعم ابدا ابدا من يعني اجيال تجي دائما في فنانين بالمجال التشكيل يعني شيء غريب وانا بصراحه ما اعرف ما في تفسير ها ما في تفسير يعني ما اعرف في كانه يعني جيل يسلم الجيل الاخر ويطلع هذا العاده خذ تفسيري يعني العراق شعر العراق نعم ادب نعم العراق نعم تاريخ نعم العراق غنى نعم وموسيقى نعم وادب نعم طبعا نعم وطن نعم عظيم حقيقه نعم وطن عظيم يعني ابنائك انا عندي سمام ولدي مش على نفس الدرب شنو اسمه سمام 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 نعم اسم عراقي هاي سمام عربي هو صفه للسرعه يعني انت تقول الطائر السمام او الفارس السمام بعد اسم نعم من اسم من صفة هو من بطن نعم اللغه العربيه نعم نعم سمام سمام شنو تخصصه هو تخرج من البي سي هنا في قطر ايضا بينتينج برنت ميكينج وبعدين كمل ماجستير في امريكا في مجال الانيميشن وال يعني وهو متخصص في هذا الموضوع نعم في متخصص بهذا الموضوع يعني خط ثاني غير خطك لحد هو المهار. هو ايه هو رسام جيد هو ايه. الفكره انه رسام على فكره طبعا هاي الاشياء الحديثه اللي نشوفها ايه. والناس اللي تروح للمجالات الحديثه ايه. بس المفروض الفنان يكون متمكن من ادواته موجودة. يعني الاساس يعني مو بس انه الحديثه ايضا القديمه يكون عنده فكره عنها ولهذا رحت بعثت دوره شهر في فلورنس يتعلم الرسم التقليدي اللي زمان كان ايام عصر النهضه الله يعني الله مال دافنشي والهادي طيب. في موقعهم هناك في وبنتك شو اسمها بنتي ورود طبعا جرافيك ديزاين ايضا خريج البي سي يو وايضا مصممه نعم نعم يعني كلها في مجال خطك نعم الفنون الجميله والابداع نعم نعم هي ايضا شاطره في مجالها اكثر من مني ومن طبعا والدتها ايضا زوجتك ايضا اسمها الوان خرجت ايضا اكاديميه والله بيت انت بيت فن انت بيت ابداع ما شاء الله شو تخصصها زوجتك المصورة جرافيك ديزاين جرافيك ديزاين نعم ابوها فنان معروف في العراق في رئيس قسم الفنون التشكيليه في الموصل الفنان بشير طه واستاذي طبعا درسنا يعني هي في من جانب الوراثه نعم امتداد ما قلت لك يعني جينات سالتني سؤال ليش شنو السر يمكن يكون هذا موجود بالجينات نعم اسماعيل ندعو لك بطول العمر نستمتع بعبقريتك والله وتستحق الكلمة والله تستحق بكل فخر يعني وفخورين انك انت تساهم في الحركة الفنية في قطر والله والله انا سعيد جدا بصراحة اول شيء انه التقي بحضرتك
وانا يعني شهادتي مجروحه، انا صار لي 25 سنه في البلد يعني، انا ابن البلد يعني اعتبر نفسي يعني. نعم. وها بلدي يعني، واللي ساهمت فيه لا يمكن ان يعني ينسى، ولسه احس نفسي مقصر تجاه البلد هذا. احنا فقط ندعو لك بطول العمر ان عشان تعطي وتعطي ان شاء الله، واجيال جديده تاخذ منك. الله يرضى عليك. الله يسلمك. شكرا حبيبي اسماعيل. شكرا لك.